من بعد هجومه على القضاء ومشاركته بعنتريات القاضي غادة عون، ألقت شعبة المعلومات القبض على المحامي رامي عليق من بعد ما أصدر المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري الإشارة بإحضاره إلى مكان التحقيق من بعد ما رفض المثول أمامه للاستماع إليه على خلفية الشكوى التي تقدم فيها مجلس القضاء الأعلى بجرم القدح والذم وتحقير القضاء. شفته مع غادة عون كان وقت الهجومات، كلنا تحت القانون وكل العالم تحت القانون، انه اذا حدا مطلوب يمكن لازم يروح، بده اكثر من هيك. هو شاد ظهره بالقاضي غادة عون، هي عم تخالف القانون وهي شاد ظهره بالمرجعيه السياسيه تبعولها. لو منوش مختي صاحبنا ما عمل قرار فيه تا يجي قدام المحقق، مدعوم يعني مسنود من حدا تما راحش قدام القضاء. بقوله تهجم على الدولة، مستعوي بحدا. بالنتيجة هو محامي مفروض انه يروح، هذا القرار بيرجع للقضاء، هو بيعرف يحدد اذا لازم يلتقي على القبض او لا. اذا القضاء اتخرق معناتها نحن ما بقى عنا بلد، بطل فيه لبنان. خليه أكيد أكيد بمين شد ظهره، ببي يعني بمين شد؟ أكيد بغادة عون، وغادة عون شد ظهره بالأعلى.